قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل الزر ديال الجرس. ما تنساش تشجعنا بلايك. شكرا لكم. السلام عليكم، تحياتي، وكيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، هانيين، والله العظيم الا ما توحشتكم قسما بالله. واحد التحيه كبيره لكم وشكر خاص 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 للاصدقاء ديال القناه اللي كيدعمونا ومتابعنا، كنشكركم بزاف من القلب. تحيه كبيره للاخوان كاملين، وواحد التحيه لخويا عبد الصمد ومروان من هنا حتى البوردو، وتحيه لخويا يونس وحموده والسي عبد الله عبي، تحياتي لكم اخوتي. والاخوه راه كنا لا نسيت شي واحد، سمحوا لي، لحقاش راه كنا خوت وكنا اصدقاء، واللي كتجمعنا واحد القناه اللي هي همزه وصل بيني وبينكم، كنتعاونوا مع بعضياتنا، وراه شحال من حاجه انا كنستافد منكم فيها، وانتم عاوتاني هكاك بالمثل. كل الاحترام والتقدير ديما لكم، وكنشكركم بزاف الاخوان، واحد التحيه كبيره لكم. اليوم ان شاء الله راه غادي نجاوبوا على الاسئله ديال الاخوان، كيف ما طرحنا ديك هذا السؤال ديك المره، باش نحاولوا نديروا حلقات للاخوان ديالنا ونجاوبوا على سؤال واحد، باش نضيقوا شويه ديال هذا، باش ما يجيش الفيديو ممل. وبالنسبه للاخوان ديالنا، الفيديوهات اللي كانوا عندي في القناه الاولى راني استرجعتهم كاملين، راهو ما عندي دابا حاليا، وغادي نحاول مره نحط لكم شي فيديو. الناس اللي الاخوان اللي فايتين شايفينهم ماشي مشكل، انا الاخوان اللي عاد التحقوا بهذه القناه الجديده ديال عبد الاله بيش يعاودوا يشوفوهم، ماشي مشكل، فيديوهات زوينين فيهم صراعات فيهم بزاف، واحد التحيه لكم. عادوا، انا كنقول بانني غادي نعاود نحطهم، باش ما يقولش ليا شي واحد واش هذا الفيديو جديد ولا قديم. الا كان جديد راه غادي تقراو في العنوان الجديد مع الرئيس عبد الاله، اما ملي تيكون فيديو مثلا نحطو لكم ما قريتوش فيه الجديد مع الرئيس عبد الاله، كتعرفوا انا حطيتو الاخوان الجداد اللي عاد التحقوا بالقناه، كاين اللي ما عمرو ما شاف القناه الاولى. دابا الحمد لله دابا صافي، راه ولات قناه وحده هي عبد الاله باش، وراه غادي استرجعت هذوك الفيديوهات اللي كانوا مشاو ليا في القناه الاولى كاملين، والحمد لله مره نبقى نحط لكم شي فيديو نتفرجوا فيه كاملين ونتمتعوا فيه كاملين. تحياتي لكم، والحاجه اللي ما عجبتكمش انا مستعد تقولوا ونتواصلوا مع بعضياتنا. على بركه الله الرئيس عبد الاله. بالنسبه للرقم التليفون كيف ما العاده الاخوان، راه في اخر الحلقه رانا كنخلي الرقم ديال التليفون، وراه كنجاوب على كل شيء. راه جميع الاخوان، راه جميع الاخوان اللي كيتصلوا بيا عبر الواتساب راني كنجاوبهم، راني كنقولها وعارف شنو كنقول. علاش؟ لان لما كنجاوب شي واحد راه يكتبها ليا في كومونتير ويقول لي اخويا راك كتكذب وما كتجاوبناش. راه كنجاوب كل شيء وكنحاول نتواصل مع كل شيء. شكرا بزاف. على بركة الله الرئيس عبد الإله، تحياتي لكم جميع الرياس، معكم الرئيس إبراهيم كما القاعدة، تحياتي لكم من الحدادة للحدادة. أنا ما كاين ما نضيف على الرئيس عبد الإله، راه قال كل شيء. أنا حاجة واحدة اللي غادي نجاوب عليها حيت وصلني بزاف ديال لي ميساج. واسمح لي أنا قاطعتك الرئيس إبراهيم، راه الأخ عبد الصمد اللي في بوردو راه كيسلم عليك دائما بزاف. الله يحفظك خويا عبد الصمد، ربي يخليك أخويا، مرحبا بك. والسمية ديال إبراهيم راه ما بغاتش تحفظ لي. ربي يخليك أخويا، تاني الله مرحبا بسلامك أخويا. المهم أخويا، واحد الميساج جاني بزاف غنضطر نجاوب عليه بعجالة، هو شحال واحد تيكتب ليا وبغينا بغيت نجي نصيد مع الرئيس عبد الإله، واش كاين شي مقابل؟ باش نوضحوا هذه المساله هذه وتكون واضحه على العلن، اللي بغى يجي يصيد مع الرئيس عبد الاله بدون اي مقابل وها هو كيسمع. اما كاينش المقابل في هذه المساله، واش نوليو مصريه في الصيد ولا؟ هذا المهم، جاني هذا الميساج تكرر ليا بزاف وبغيت نوضح لكم هذه المساله هذه. لا ما كاينش مقابل، راه اللي كيجي عندك تيبغيك، واللي كيجي عندك صديق، واللي كيجي عندك خوك، ما عندناش المشكل. وللاضافه الا بغيتي تجي تصيد مع الرئيس عبد الاله غير علمو، ما تجيب لا طعمه ما تجيب لا حتى شي حاجه، المويان ترونسبور على حساب السي عبد الاله، مرحبا بك جيت تصيد معنا وتصيد مع الرئيس عبد الاله وتمشي في حالتك بدون اي حتى شي مقابل، وهذا الشيء اللي كنت باغي نوضح للرياس. كاينش المقابل اخوتي في هذا المجال ديال الصيد ولا في مجال الصداقه، راه كنبقاو حنا خوت بدون مقابل. راه ديجا قال لي واحد السيد، قال لي نجيو نصيدو ونخلص لك نهارك، ولكن راه كان عندي واحد الرد شويه قاصح معاه، ماشي زعما هو منواش، ولكن كان على الاقل ما يقولهاش، لان احنا ماشي ديال المقابل وماشي احنا خوت. راه حتى هادشي اللي كنقدم انا وهاد المعلومات اللي كنشاركوها مع بعضياتنا راه ما كنربح والو انا من اليوتيوب، باش تكون واحد الفكره عند الخوت.
راه ما كنربح والو، قناه راه باقا عاد جديده عاد طالعه، ولكن اللي كيهمني انا ما كتهمنيش القناه، اقسم بالله راه كتهموني نتوما نوصل المعلومه كيف ما كانت. اللي عارف انا لا ما عارفش شي حاجه راه كنقول انا ما عارفش، يعني وكنحاولوا نناقشوها، حنا جميع كنناقشوها، حنا كلنا الحمد لله كنستافدوا من بعضياتنا. راه عندكم نتوما شي حوايج والله ما عندي انا، راه داكشي علاش كنتبادلوا الخبرات مع بعضياتنا. هاد القناه راها وصل بيناتنا وكونتنا كعائله، نتمنى من الله تستمر هاد القناه ونستمروا حنا كعائله. ومرحبا بالاخوان الجدد اللي عاد التحقوا بالقناه. على بركه الله ندوزوا مباشره للسؤال ديال الرئيس يونس اكديره، تيقول اولا وقبل كل شيء السلام عليكم ورحمه الله اخي عبد الاله الرئيس الكبير والاخ ابراهيم وجميع المتابعين، عواشركم مباركه، تحيه لكم من اخوكم يونس من بروكسل. فهل ممكن استخدام نوع من القصب يصلح مثلا للسولف كاستينغ البيلوطا والكاستينغ قصب صيد بالطعم الصناعي في الانسان كيعيا اخذ ثلاث قصبات معه وشكرا. هذا الرئيس عبد الاله قال لك واش قصبه يدي صيد بها كل شيء. انا كنعرفو هذا الرئيس يونس ديالنا اللي في بروكسل، واحد التحيه كبيره ليك وكنشكرك بزاف يا يونس، كنشكرك وكنشكرك وكنشكر اش نقول لك زعما متعتينا بدوك الفيديوهات ديالك، ما عندي ما نسالك، الله يعطيك الصحه وتحيه ليونس وبهاد المهم هاد الصديق يونس راه من اكادير، وتحيه للناس ديال اكادير معاك كاملين واحد واحد، تحياتي لك اخي يونس. والقصبه اللي هضرنا عليها هي اللي غادي نجاوبك عليها دابا، بغيتي قصبه خويا يونس دير بها كلشي توتيران، يعني تصيط لون صيبيها، دير بها سبينين، دير بها بيلوطا، دير بها كلشي، غير هي كاين اختلاف اخويا يونس. البيلوطا دائما كتبغي قصب ديالها خاص، يكون خفيف ويكون طويل، يعني على الاقل تكون فيها 6 متر ونص 7 اضعاف الايمان. اما بغيتي عاوتاني تلونسي ب 6 ونص ولا 7 ما غاتجيش، ولا بغيتي دير سبينينغ ب 6 متر و7 راه ما غاتجيش اخويا يونس. المهم انت اخي يونس غتاخذ مثلا بيلوطا، غادا تكون عندك هذيك قصبه بيلوطا، ما غتستعملها حتى شي حاجه من غير بيلوطا وتفيكسي بها. وغتاخذ قصبه مثلا على حسب البلاصه اللي كتصيد فيها انت، الا ما كانش فيها المواج بزاف وما فيهاش يعني القشطه ديالها، يعني بحال ميديتيرانيا غتصيد مرتاح، تقدر تصيد غير ب 3 متر و 60 غير ب 3 متر و 90 غادي تلونسي بها. ها هي غتاخذ عاوتاني القصبه تكون لاكام ديالها ماشي لاكام، يعني تكون على الاقل لاكسيون ديالها تكون طالعه واحد شويه باش تستخدمها في البلوم ديال 100 غرام 120 غرام على حسب البلوم اللي يمكن تصيد به انت تما. ولا بغيتي دير بها السبينينغ يعني خصك دير لي لور ثاني طفال شويه، ولا درتي اللور الخفاف راه ما تخرجهمش ليك، ما يخرجوش ليك. المهم البلاصه اللي بغيتي توصل ليها انت اللور ديالك غتلقى شويه الصعوبات على حساب القصبه، لاكسيون ديالها شويه طالعه يعني الراس قاصح، وما غاديش حتى لانيماسيون مع لي لور غادي تكون شويه ناقصه اخويا يونس. اما من هاد الناحيه اللي كنفضل انا اخويا يونس سبينينغ، دير له قصيبه ديالو قصبه اللونس دير لها قصيبه ديالها، اوبيرو طان دير لها قصيبه ديالها، ثلاثه القصيبات بارك، وحده لونسي بها وحده ندير بها سبينينغ وحده ندير بها بيلو طان فيكسي بها. اما قصبه باش نجمعوا فيها كلشي اخويا يونس راه ما مازال حتى شي شركه ما صنعت هاد النوع ديال القصب، يعني علاش خصنا قصبه تكون فيها 6 متر ونص على الاقل 6 متر باش نديرو بها بيلوطا، وتكون خفيفه ويكون الراس ديالها حلو بزاف، راك عارف البيلوطا الراس ديالها خصو يكون حلو، علاش باش تحس بادنى حركه ديال الحوت ملي سيرتو البوري، راه ما كانش عندك قصبه حلوه في البيلوطا ما غاتحسش بيه كياكل. ومنين تكون عندك هاد القصبه خويا يونس الراس ديالها حلو بزاف اللي غادي يستجيب مع الحركات ديال البوري مثلا في البيروطا ولا مع الشربه، كيفاش غديروا ليها بلومه ديال 150 وغادي لونسيو بها؟ غادي تهرس، كلامي واضح خويا يونس؟ وكيفاش غادي نشدو حنا هاد 6 متر ونص وغنديروا فيها لور وماكينه صغيره عامره بلا طريس
ونشيروا بها. نتمنى من الله تكون فهمتيني خويا يونس، هي من الاحسن. مازال قصبات اللونز نقدر نخدم بها ليلور، مازال ليلور سوبل نخدم بهم بالقصبات اللونز، وكيخدموهم الدراري الان بلا. علاش كتلقى اللور سوبل فيها 80 غرام 100 غرام 120 غرام، تخدم 40 غرام 60 غرام تخرجها. ولكن ملي غادي نجيو نديرو مثلا ليلور او الرابالات او اللي فيهم الفيزغات مثلا، هذوك تيكونوا خفاف، كتلقى فيها 21 غرام 20 غرام، يعني الى طلعنا في النيفو غنوصلوا 30 غرام 32 غرام، غنلقاو صعوبات اخويا يونس باش نخرجوا ديك اللور. تحياتي ليك وراك عزيز عليا، تحيه كبيره ليك خويا يونس. وبالنسبه للرقم التليفون الاخوان كيف ما العاده 06 17 54 75 34 06 17 54 75 34 تحياتي لكم وشكرا على الخوت.